السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل حامل مناديل بالفوم على شكل عروسة، ودي شكلها بعد ما انا خلصتها. يلا نشوف الطريقة. بجيب كرة من الفلين بيضاوية الشكل، وبجيب صنفرة، وبجيب السكينة بتاعتي بحيث ان انا اصغر من حجم الكورة شوية لانها كانت كبيرة، وابدأ اصنفر مكان ما انا قطعت. طبعا بقعد اصنفر فيها لحد ما تاخد تاني الشكل البيضاوي بتاعها، وتبقى شكلها صغير شوية عن الحجم اللي كان في اول الفيديو. ببدأ أغلف الكورة بورق شكرتون أصفر. طبعا الشكرتون علشان حرارة الشمع، وكذلك الأمير ما يسيحش الفلين. بجيب قطعة من الفوم لونها بيج، وببدأ أسخن وبغلف الكورة بتاعتي بيها. بحدد الجزء اللي أنا هقصه، وببدأ ألزقه. الجزء اللي تحت بجيب له فوم لونه أبيض، لأن أنا هعمل فستان العروسة لونه أبيض. باخد بس الحتة اللي هي الدوران بس من تحت، وببدأ أحدد الجزء اللي أنا برضك هقصه. وبلزق، بجيب قطعة من الفوم كبيرة شوية بحيث ان انا اخد مقاس الفستان اللي هو الجزء الفوقاني. بحدد الجزء انا هقص فين، بشد جامد بحيث ان هي ترجع لورا عشان تبقى دي تقفيلة الفستان من ورا. وبعدين بقفل الفستان وبلزقه. وبعدين بقص الزوايد اللي موجودة، باجي ألزق الحتة اللي هي المفتوحة من فوق من عند الرقبة، بلزقها كويس. وبعدين برضك بقص الجزء التحتاني ده، بظبطه وبلزقه برضك. بجيب قطعتين من الفوم، قطعة لونها أصفر والتانية لونها أبيض، دايرة وسط شوية ودايرة أصغر منها، بحيث إن ده جزء من شكل الفستان. هنا بحدد الدايرة اللي هي فتحة الرقبة، وبعدين بفرغها، بلزق، طبعا مقاس الدايرتين دومت حسب حجم العروسة الجسم بتاعها. ده مقاس الايدين، 6 طول 4 عرض. دي طبعا كنت قصها، بطبعها على الفوم البيج وبعدين بقصها. بجيب سلك سهل السني وبلزقه في الايد وانا بلفها.
وبعدين بلزقها. ده شكل الايدين. بعمل زي كيرف للايدين من فوق عشان تبقى سهلة اللزق وانا بلزقها في الجسم بتاع العروسة. بقص حتة صغيرة وبعدين بلزق الايدين. بجيب دايرتين، دي قاعدة الحامل بتاعي. بجيب دايرة قطرها حوالي 14 سنتيمتر، بقطعها على كرتون الأول وبعدين بقطع قطعتين من الفوم بنفس المقاس، وبعدين بلزق القطعتين على الكرتون. بقص أي زوايد. بجيب شريطة من الفوم لونها أبيض، قصاها بمقص زجزاج وبغلف بيها الدايرة داير ما يدور. بجيب رول من رول صغير شوية عن الرول بتاع المناديل بحيث ان هما يدخلوا في بعض، وبعدين باخد مقاسها، بحدد المقاس بتاع الرول بتاع المناديل وبقطع حتة على قدها. بقيسها تاني على رول المناديل بحيث ان انا ما يبقاش في حتة زايدة من هنا ومن هنا. بجيب القاعدة بتاعتي. طبعا انا ما بلزقش المناديل، الرول بتاع المناديل ما بتلزقش، هو بيدخل بس في جوه الرول التاني اللي هو هيتلزق دلوقتي. بلزقه في قلب القاعدة وبعدين بدخل في رول المناديل. دي وردة كنت مقطعاه بقطعة الفوم، وبعدين بلزقه كزينة حوالين القاعدة، وبعدين بعمل بردك بقطع فوم دواير بقطعه بردك فوم لونه برتقاني بلزقه على الورد. بعمل قاعدة تانية زي دي بالظبط بنفس المقاسات. ادي القاعدة. بجيب بقى ده فستان العروسة، بجيب قطعة بردك بعد ما عملت القاعدة، بجيب قطعة لونها أبيض وبعدين بعمل لها دايرة، دايرة بأي حاجة عندك. وبعدين بفرغها بحيث ان ده هيبقى الفستان بتاع العروسة، وبعدين بدخلها من تحت بثبتها وبلزقها. ده مقاس القطعة التانية بتاعت الفستان، قطرها حوالي دايرة قطرها حوالي 12 سنتي. بقسمها نصين وبعدين بقصها. بعمل برضك دايرة صغيرة وبعدين بقصها نص دايرة، يعني بعمل كده برضك بنفس النص اللي انا قطعته بعمله في القطع التانية. بلزقها في الفستان. طبعا الحتة اللي انا فرغتها دي عشان تبقى سهلة دخولها في الجسم. بلزق القطع التانية.
كده انا لزقت الجزء التاني بتاع الفستان. بجيب شريطة من الفوم لونه برتقاني، بعمل لها زي حزام حوالين الفستان، بقص الزوايد في القطع البيضة بحيث ان هي تبقى حتة بس صغيرة باينة من تحت الفستان، من تحت الحتة اللي هي الصفر، يعني حتة بيضة باينة صغيرة من تحت الحتة الصفر. وبعدين بلزق وردة من الفوم، دي قصها بقطاعة الفوم. بجيب شريطة من الفوم البرتقاني، قصها بمقص زجزاج، بعملها زي زينة حوالين طرف الفستان. بجيب مقص الزجزاج بتاعي وبرضك بعمل زي يعني الزجزاج ده عشان يدي منظر وزينة للحاجة في القطعة اللي لونها أبيض. ده مقاس الرجلين 4 في 9. بجيب قطعة من الفوم لونها بيج وبجيب سلك سهل الثاني وببدأ أبرمه. وبعدين بلزق، طبعا بسيب حتة صغيرة كده عشان لما اجي اضغطها في قلب الجزمة بتاعت العروسة. دي جزمة العروسة. بجيب كورتين صغيرين من الفلين، بقطع حتة من الجنب وبعدين بقلبها واقطع حتة من تحت، بعمل في الكورتين كده. وبعدين بجيب صنفرة وصنفر مكان ما انا قطعت. وبعدين بلزق الكورتين بالشكرتون الاصفر قبل ما الزقهم في بعض. بجيب قطعة من الفوم لونها أبيض، بسخنها وبغلف بيها شكل الجزمة وبعدين بلزق الفوم، بقص الزوايد، بغلف أرضية الجزمة بفوم لونه أصفر وبعدين بقصه على قدها. ده اللي هي المفروض ان هو شكل الجزمة او رسمة الجزمة من فوق، بطبعها على فوم اصفر وبقصها وبعدين بسخنها وبحاول الزقها على وش الجزمة من فوق. طبعا انا بلزقها بقى بعد ما شديتها على وش الجزمة، بقوم لزقها، ببدأ ألزق الجوانب بقى، بس هنا الجوانب لقيتها كبيرة شوية او عريضة شوية، فحاولت ان انا اقلل من العرض بتاعها. وبعدين لزقتها طبعا وانا بشد كويس بحيث ان ما يبقاش فيه تعريج في قلب الشكل وانا بعمله. وبعدين بقص بقى الحتة القدامانية ديت، بظبطها وبقصها بالمقص. وبعدين بجيب شريطة من الفوم لونها أبيض، قصها بمقص زجزاج
وبغلف بيها الجزمة داير ما يدور في جوانب الجزمة، ويبقى أنا كده خلصت الجزمة. بعمل فيونكة للجزمة. طبعا عايزة تعملي فيونكة اعملي، مش عايزة هي بس شكل جمالي للجزمة. وبعدين بقطع قطع من الفوم الأبيض على شكل مربع صغير جدا، وبكمل بيها زينة الفيونكة. بخرم وبقوم لازقة الرجلين بتاعت العروسة في الجزمة. بجيب قطعة من الفوم لونها أبيض صغيرة، وبلزقها في رجل العروسة من عند الجزمة من تحت، بحيث ان ده يبقى شراب للعروسة. كده اخر الجزء الاولاني من الفيديو، واستنوني في الجزء التاني.